شفنا المرحلة الانتقالية كلها بالكامل هي كلها مبنية على أنها تعود لنقطة الصفر. يعني إيه تضييع؟ كنا بنلعب في الوقت الضايع؟ يعني هو يعني بنمتص غضب الجماهير يعني وبنعيد ترتيب الأوراق، فإعادة ترتيب الأوراق تؤهل صانع القرار أنه هل امتصاص غضب الجماهير ولا تطليع عين الجماهير؟ لا أنا ما أعتقدش أنه حد عايز يطلع عين الجماهير ولا يقدر في هذا التوقيت أنه يطلع عين الجماهير، لأن يعني الكل بمعنى في أسد الحاجة إن إلى الجماهير عمالين دواخين يلامونا. ده متاهة عمالين نجي كده ونروح كده زي ما قال لنا الأستاذ أمير سالم زي الفار اللي في المتاهة وعمالين نلف حوالي فدواخين يلمون. اتفضل امتصاص غضب الجماهير. ده السيناريو الأول. السيناريو الثاني إنه يدي حكم بسيط، وده أمر وارد لأنه المستندات اللي إحنا شفناها اللي قدمت في القضية كانت مستندات ضعيفة. النيابة العامة ما قدرتش تقدم. طبعا ما هو من حقها لأن هي ما قدرتش تحط إيديها على وصول المستندات. فكرة تحريات المباحث ما كانتش كاملة قدام منها، فالأمر الطبيعي إن إحنا ما نقدرش نلزم القاضي بإنه يحكم من معلوماته الخاصة، لكن هو في النهاية في هذه القضية قاضي جنائي، قاضي وجدان، هو هيحكم من المستندات والأوراق اللي قدامه، وفي الاحتمال ده هيبقى الحكم بسيط. الاحتمال الثالث إنه يكون في بعض الأوراق أو المستندات أو شهادة الشهود اللي وضعت أمام القاضي وإنها أثرت في وجدانه فيدي حكم مشدد. في جميع الحالات الثلاث سيناريوهات مرتبطين بأنهم حكم مبدئي أو حكم أول درجة بالنسبة لنا، وما زال أمام منه طعن أمام محكمة النقض، ويمكن يعني في المعتاد ان محكمه النقض بتقلل هذه الاحكام. يعني هو السيناريو الثاني اللي كانوا عارضينه يا دكتور انه اذا كان مبارك علم بعمليات قتل المتظاهرين واستهدافهم بالذخيره الحيه وما اداش امر، لم يعطي امرا بوقف القتل، هيكون متهم بالتآمر في جرائم القتل ويواجه 25 سنه. ده السيناريو الثاني. المفروض السيناريو الاخير اثبات النيابه ان مبارك امر بوقف المظاهرات بالقوه وقتل المتظاهرين، ففي هذه الحاله يواجه مبارك عقوبه الاعدام. ده كل ده بيتسال علينا وانا مش شايف عليه حكم. الحقيقه انا رايي انه احنا في دلوقتي في نهايه سفر الخروج. الحقيقه يعني احنا في نهايه ما يسمى باحتواء احداث يناير 2011. وإن مسلسل هذا الاحتواء بدأ بوقائع كثيرة ولا يتخيل ثورة يناير ولا أحداث يناير؟ الاسم الكودي بتاعها اللي بتدار بالمرحلة الانتقالية أحداث يناير. حضرتك شايفها إيه؟ أنا قلت قبل كده في مقالتي هؤلاء لا يؤمنون بالثورة وأولئك أيضا. فأنت بتتكلم من يدير المرحلة الانتقالية لا يؤمن بهذه الثورة، وبالتالي هو يعاملها كأحداث لها آثار جانبية يحاول أن يحتويها. الاحتواء دوت ليس من ضمن إجراءاتها إصدار أحكام قاسية على الرئيس السابق، لأنه بيعامل معاملة وكأنه ما زال الرئيس. أنا أزعم أكثر من ذلك أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما زال يعتقد أن أساس إدارته لهذه المرحلة هو القرار الصادر عن هذا الشخص، عن هذا الرئيس المتنحي مش المخلوع. وبالتالي فإدارته بتنظر إلى أنه في أحداث شغب وقع فيها ضحايا، بس هو حضرتك هم شايفينه متنحي، إحنا شايفينه مخلوع. ما أنا بتكلم من وجهة نظر إدارة المرحلة الانتقالية. إحنا أمام مرحلة انتقالية لم يدن فيها ضابط شرطة صغير ولا أمين شرطة في قتل المتظاهرين. فتخيلي هل سيدان رئيس الدولة بأنه أعطى أمرا بالقتل؟ ده كلام يعني في الحقيقة خارج السؤال على ما أعتقد، خارج المنطق. أنا عايزة معلش أقطعك مقاطعة بسيطة في الحكاية دي. لحضرتك ده بالظبط قاله حبيب العدلي على لسان المحامي بتاعه، إنه إذا ما كان ما فيش ضابط اتحكم عليه يبقى هيحكموا إننا إديناهم أوامر إزاي إذا كان هم ما اتحكمش عليهم، فأنا ضامن البراءة ضامن البراءة. صحيح. إحنا خلينا الثورة قامت لكنها لم تحصل على أي شيء من مؤسسات الدولة. مؤسسة القضاء كما هي تدار بذات الأشخاص الذين عينوا في عهد مبارك، مؤسسات الحكم كما هي تدار بذات الأشخاص، حتى في انتخابات البرلمانية الوحيدة اللي تركت الانتخابات يعني شبه حرة استبعد منها الثوار بطريقة أو بأخرى بطريقة التوافقات والمصافقات، فبالتالي الثوار مش مؤثرين في الموضوع. اللي خارج المشهد اللي احنا شايفينه ده كله الثوار، كل الناس داخل المشهد اللي بيعملوا صفقات والنظام القديم وبما في ذلك الشخص القاطن في المستشفى، قصدي في الأوتيل بتاع مركز الطب العالمي قريب من المطار عشان الزيارات تتم بسهولة في الحقيقة. وبالتالي أنا مش متخيل خالص أن في أحكام، وإذا صدر حكم هيبقى بقصد العفو بعد ذلك،
يعني يبقى حكم مؤهل. خلينا أقول إن محاكمة هي محاكمة القرن بسبب عدة حاجات. إن المتهم فيها هو رئيس دولة مركزية في العالم العربي، إذا تغيرت هذه الدولة ده بشرى بتغيير المنطقة كلها. وأنا أعتقد إن في فيتو دولي ضد هذا التغيير، لأنه ما حدش عايز يغير أوضاع المنطقة وإن المنطقة تتحول من مفعول به في النظام الدولي إلى فاعل في النظام الدولي. من ناحية تانية إن إجراءاتها على رأسها أكثر حاجة واضحة في إجراءات هذه المحاكمة وجود هذا الرئيس بجوار المطار عشان يستقبل زائرين أجانب، وما زال العالم الخارجي يتعامل خصوصا في دول الخليج في الحقيقة ما زال يتعامل مع الدولة المصرية وكأن لها رئيس اسمه حسني مبارك، مش يعني ثورة ستعيد تشكيل الدولة المصرية، الثورة وكأنها تعيد إنتاج الدولة المصرية بتاعت حسني مبارك. التهم الموجهة في الحقيقة لا يدخل فيها أهم حاجة هي الثورة قامت ليه. يعني عملية قتل المتظاهرين هذا نتاج لعملية الثورة أثناء الثورة، لكن قبل كده عندنا تهم هائلة، عندنا عملية الفساد المالي المذهلة غير المطروحة، عملية بيع القطاع العام. بقولك حضرتك ما فيش أي تهمة ليه موجهة لحسني مبارك بالتحديد غير هذه التهمة. التفريط في أصول الدولة المصرية اللي الدولة المصرية يعني راكمتها على عبر 80 سنة أو أكثر من سنة 1911 حتى بداية حكم مبارك. هذه الأصول تبددت، أي رئيس دولة في دولة محترمة فيها ثورة يعني ثورة الياسمين ثورة طاهرة نقية زي ثورتنا الحقيقة كان لازم يعدم في التفريط في اقتصاديات الدولة وقتل مستقبل الدولة الاقتصادي. الدولة المصرية عايزة اللي بتقوله ده بيقول لك ما فيش أي دليل عليه وما فيش لا في أدلة أنا عندي الأصول تبخرت النتيجة عندي الأصول تبخرت بس في حاجة جريمة ما حدش عمل قضية خالص ما فيش واحد رفع طبعا من نيابة تحرك ما تراه النيابة ما أنا بقول لك إن الثورة لم تصل إلى الهيمنة على الجهاز القضائي في مصر. الجهاز القضائي في مصر يدار، أنا عندي مثل بسيط خلينا نقول البلاغ اللي قدمه عصام النائب عصام سلطان شفيق بكل بساطة في قاضي تحقيق منتدب للتحقيق في كل بلاغات الفريق شفيق. البلاغ المتعلق ببيع أرض منطقة كبريت أو فايت يسلخ هذا البلاغ ولا يعطى لذات الرجل وإنما يعطى لقاضي منتدب آخر، ينتدب قاضي آخر لهذا البلاغ فقط. بس نفوا النهارده بينما البلاغ لا ما نفاش ده اتصل عشان يحدد معاه قريت حاجه النهارده ان هم نفوا ينفوا بقى كما ربما تراجعوا لكن هو حدد بقرار وحدد حتى ميعاد لإبداء عصام سلطان الأقوال فيه. ليه يسلخ هذا حتى البلاغ اللي أتبع بعد كده من أحد النواب السلفيين راح لذات القاضي الأول، القاضي الأول المنتدب من شهر 3 أو 4 للتحقيق في هذه البلاغات إلا هذا البلاغ يذهب لشخص آخر. الحقيقة أنه واضح أنه في توجيه لقضايا وتوجيه لبلاغات بحيث نحرك هذا ولا نحرك ذاك. خلينا نتكلم على التلاعب بالدستور، والتلاعب بالدستور دوت مش جريمة. في قانون العقوبات احنا عندنا مواد تتحدث عن عملية محاولة تغيير شكل الدولة. احنا عندنا محاولة تغيير شكل الدولة بالتلاعب في الدستور وعمل مؤسسات كلها تابعة لرئيس الدولة زي اللجنة العليا للانتخابات التي تدير انتخابات اليوم هي عملت في الحقيقة عشان تدير عملية التوريث بما يغير من شكل الدولة المصرية وقتها في تعديلات 2007. احنا عايزين كمان نتكلم على انه العملية مش متعلقة بس بقتل المتظاهرين، ده حصل في شهر يناير 2012. احنا عندنا عمليات اعتقال بدون سبب مجرد رأي سياسي مخالف للنظام وتصفية جسدية وإجبار الناس على الخروج من البلاد، ده فيما يتعلق بالسياسيين والاقتصاديين عندنا وعندنا في الاقتصاد بقى عندنا عملية تصفية الاقتصاديين المخالفين الذين لا يندمجوا في شبكة الفساد وإخلاء السوق منهم لمصلحة اقتصاديين جداد. خلينا نقول إنه في خلال السنة ونص دي في عشرات الدعاوى رفعت من اقتصاديين صفوا من هذه البلد وخرجوا والنهار بدعوى إن هم فاسدين، والنهار هو كان في الحقيقة بيزاحوا عشان من السوق عشان يخلوا السوق لفاسدين آخرين مرتبطين أكثر بالنظام. دولت بيرفعوا قضايا كانوا بيزيحوا
كل الناس اللي لها اي حيثيه مفيده لهذا البلد. اقول حاجه تضحك، انه كثير من الاقتصاديين في مصر حولوا الى النيابه بقرارات من حسني مبارك ومن رئيس الوزراء.